يعني روح حامل؟ اليوم تطلع جنازة منا أنت وشكو واحد يقول على روح حامل. نزل إيدك، التجاوز ما مسموح به. شيخ بابا هاي طفلة، تفتهم يعني شنو طفلة؟ هذا اللي بين عنده بالتحاليل. اليوم أفلش المستشفى على راسكم، وتحاليلكم كلها غلط. قتيبة على كيفك الله يخليك. مو هالشكل يا قتيبة، مو هالشكل. خلنا نفتهم الموضوع شنو؟ يعني أنتم مصدقين هذا الحكي وتعقلوه؟ والله اليوم ما أعرف. قتيبة، عرف الرجال. سبع علي دكتور، حقك علينا. ما صار شيء، ما صار شيء. انت شلون تقول رح ما بيها شيء وهي سالفه تسارع لك محلوق السسترات؟ قتيبة ترفع صوتك على ابوك؟ لا انت قابل يا يابا، قابل بهذا الموضوع؟ ترضى ما ترضى، خلي يطونا روح ناخذ الغير مستشفى. بابا الأمور ما تنحل بالصياح والعياط والصراخ. خلينا نفتهم من الباكر، خلينا نفتهم ونخليهم يعيدون التحاليل. أنا همتك ما مصدق. وإذا طلع حكيهم صحيح قسماً بالله العظيم أقلب الدنيا. كل حادث حديث. الحق دكتور، روح انتكست. يا رب سترك، يا رب احفظها وسلمها، يا رب احفظها. روح على ألف واحد وبس، كل ليلة قصة.